عليها بضمان المنطقة أيضا كان هو صرف راتب كامل للمعلمين خلاف مطالب أساسية إذا ما نقل احنا جينا هون اليوم لنوقف ايد واحدة ونحكي انه احنا جايين نطالب بحقوقنا اللي هي حق لنا، مش جايين نستجدي حدا، مش جايين نشحد من حدا، احنا جايين هذا حقنا الطبيعي وفيش اي انسان بيقدر يزاود علينا في هذا الحق. ابرز حقوقنا اول شيء تشكيل نقابة للمعلمين، وهذه النقابة يصير فيها انتخابات نزيهة بدون اي تدخل من الحكومة في هذه الانتخابات، انها تعين اشخاص معينين عشان يكونوا تابعين لها، هذا الحكي مرفوض نهائيا. انتخابات نزيهة وبشارك فيها جميع المعلمين سواء في الترشح أو في الانتخاب، زائد ما تم الاتفاق عليه مع المعلمين من علاوات من أخذ الراتب بالكامل، هذه طبعا مستحقاتنا وإحنا منطالب فيها لأنها حق لنا. جينا اليوم لنعتصم مع المعلمين لنؤكد على أنه لابد من أن يحصل المعلمين على حقوقهم. الاعتصام اليوم أمام التربية الذي حضره آلاف مؤلفة من المعلمين يؤكد أن حراك المعلمين هو الممثل الشرعي والوحيد، وأن ورقة التوت قد سقطت عن الاتحاد، فعلى الحكومة أن تنزل عن الشجرة وتفاوض المعلمين وتلبي حقوقهم. طبعا رسالتنا واضحة جدا اليوم كأولياء أمور، نطالب الحكومة بالالتزام بالاتفاقات الموقعة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمجموعات الضامنة التي وقعت اتفاق أيار 22 بإعطاء المعلمين 15% من علاوة المعيشة ودمقراطة الاتحاد وبعض النقاط أو باقي النقاط التي تم الاتفاق عليها.